يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وذلك بدليل أنهم السواد الأعظم في العالم الإسلامي، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم. فما الرد على مثل هذا القول؟ عليكم بالسواد الأعظم، اللي على الحق، اللي على الحق هو السواد الأعظم ولو كان قليلا، أما اللي على الباطل ولو كان كثيرا فهو باطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هم مجرد الكثرة، لكن الضابط هو الحق، من كان عليه فهو السواد الأعظم ولو كان عددهم قليل، وهم أهل السنة والجماعة ولو كانوا واحدا أو اثنين، هم أهل السنة والجماعة. العبرة ليست في الكثرة، العبرة بالمنهج الذي يسيرون عليه. نعم. والأشاعرة ليسوا هم أهل السنة والجماعة، كيف يكونون أهل السنة والجماعة وهم ينفون الصفات أو أكثر الصفات؟ كيف يكونون هم أهل السنة والجماعة؟ كيف يكونون أهل السنة والجماعة وهم يعتمدون على علم المنطق وعلم الجدل ولا يعتمدون على الكتاب والسنة في أمور العقيدة؟ وكونهم كثيرين ما يعطيهم أنهم أهل السنة والجماعة، ما يعطيهم، الكثرة لا تدل على الحق، وإنما الذي يدل على الحق هو الدليل الصحيح. فأنت لا تنظر إلى الكثرة، ولكن انظر إلى ما يسيرون عليه. نعم.